ما شاء الله، احنا الان مع ابننا فلاح الله يحميه من اهلنا من الدوحة، عملنا له التكميم وامبارح كانت عمليته ما شاء الله. قديش عمرك يا فلاح؟ احكي لي. عمري 15 سنة ما شاء الله. قديش وزنك؟ سنين 120. ما شاء الله 120 ووزنه وعمره 15 سنة. عملنا له التكميم اليوم الاول وقاعد بيسمع المايكات واموره طيبة. كيف العملية؟ يقول كيف العملية يا دكتورة؟ زين الحمد لله. مرتاح؟ ايه. اوكي، هو طلب نصور مشان نحطه على انستغرام، صحيح؟ ايه. الحمد لله، واليوم بده يمشي ويتحرك ان شاء الله. ان شاء الله. ويلتزم بالتعليمات. حبيبنا. انت قفل تقفل. ها؟ ايش بدك؟ بطني. ايش بدك؟ المعدة، جيبوا له بطنه، ها؟ هاي معدته اللي كملناها الله يحميه، ما شاء الله ما شاء الله، فيها البركة. ما شاء الله. الله يحميك يا رب. معنا ابننا الله يحميه فلاح من اهلنا من الدوحه، عملنا له عمليه التكميم اليوم ثالث يوم، واليوم ان شاء الله مسافرين الى الدوحه وحابين نسمع تجربته وعن عمليه التكميم. وعمره ما شاء الله كم؟ عمري 15 سنه. ما شاء الله. وزنك؟ وزني 120. 120. كيف شفت عمليه التكميم؟ ما شاء الله عمليه جدا سهله. الحمد لله. والحمد لله وكل الامور طيبه. وانصح اهلي اللي في الدوحه انهم يجون يقصون هنا في الاردن ان شاء الله. بتشرفنا وحياك الله. وحيي كل الشعب العربي، حياكم الله. عبد الدكتور محمد الزيتون. الزيتون. محمد الزيتون. الله يحفظنا ابننا. طبعا فلاح دائما يقول لي يا دكتور انا متابعك على انستغرام. اوكي. وابننا الان لما عاش التجربه كيف كانت العمليه؟ اسهل توقعاته ولا اصعب؟ سهله جدا الحمد لله. الحمد لله. والان نتجه نحو الرشاقه. ايه. نسمع التعليمات ونلتقي ان شاء الله في شهر 12 اللي هم شو اسمه كاس العالم في الدوحه ان شاء الله. رايك في الملعب ان شاء الله. جيت ان شاء الله، تذكرتك موجود ان شاء الله. الله يكرمك. الله يحفظك. امين يا رب. الله يحفظك.